30 عاما من العزلة والمطاردة الإخوانية لكل ما يمت للفن بصلة بالسودان، وإغلاقهم لدور العرض السينمائية في كافة أرجاء البلاد، حتى أطاحت بهم ثورة 19 من ديسمبر 2018 وأغلقت صفحة الإسلاميين السوداء، وشهدت الخرطوم حركا سينمائيا وثقافيا كبيرا. عودة من وراء الستار. هكذا يحاول صناع السينما في السودان أن ينهضوا من جديد بعد أن زاحمتهم مناكب الشر فاتكأوا، إن لم يسقطوا في فخ الإخوان وإرهابهم الفكري. جمعية السينمائي السودانيين شغالين شغل ممتاز جدا، بيعيدوا في فتح دور العرض السينمائية التي تم إغلاقها في غفلة من الزمن. يعني المؤسسة المنوط بها صناعة السينما في السودان يعني أغلقت قبل عقدين، اللي هي مؤسسة الدولة للسينما، دي كان المسؤول عن إنتاج السينما السودانية. يعني كان فيها عباقرة السينما السودانية إبراهيم شداد والطيب المهدي. 2019 شهدت مولد 3 أفلام سودانية نالت سمعة طيبة جدا في جميع أنحاء العالم، بدون مبالغة. يعني الأفلام الثلاثة اللي اتعملت، فالسودانيين عندهم الآن مزاج كويس مع الفيدباك الممتاز اللي عملته الأفلام الثلاثة اللي هي ستموت في 20 والحديث عن الأشجار وأوف سايد خرطوم. بعد نجاح ثورة السودانيين ارتفع اسم الخرطوم عاليا في سماء الفن، وحصدت السينما السودانية جوائز عالمية فريدة عن فيلم ستموت في 20 الذي تناول أحداث الثورة للمخرج أمجد أبو العلا، ليحقق جائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا، إلى جانب فيلم أوفسايد الخرطوم للمخرجة مروى زين. تستقبل العاصمة السودانية الخرطوم هذه الأيام فعاليات مهرجان السودان للسينما المستقلة الذي تنظمه سودان فيلم فاكتوري بهدف إعادة توطين السينما في السودان. وافتتحت فعالية المهرجان السينمائي في نسخته السادسة بفيلم أوفسايد الخرطوم وسط متابعة جماهيرية كبيرة تحت الأجواء قارصة البرودة على ضفاف النيل الأبيض بالعاصمة السودانية الخرطوم. نشاطات لشباب شباب سودان فيلم فاكتوري الذي يقدم هذه الدورة السادسة للمهرجان. من هذا المهرجان ظهروا شباب شغوفين جدا بالسينما، يحبوا السينما حب جنوني. شاركت في هذه الدورات الست دول من كل دول العالم، الدول العربية الدول الأوروبية، ونحن في هذا العام بالذات نحس بنكهة خاصة، نكهة خاصة لهذا المهرجان، ونحن نتنسم عبير الحرية والسلام والعدالة. تشارك في المهرجان أعمال سينمائية عدة من مختلف أنحاء الوطن العربي من مصر وسوريا ولبنان، وكانت القارة الأوروبية حاضرة في المهرجان بأفلام من إيطاليا وألمانيا والنرويج وفنلندا والبرتغال.